عملت اول موبايل ميد ان ايجي؟ لا مستحيل. لسه متفاجئ بيها دلوقتي. اعرف اكيد هيعملوا. بس ما اعرفش ده حقيقه ولا لا، ممكن يكونوا بيحوروا. طيب هي تبقى 4G واندرويد وفيها فينجر برينت وحاجه كده جامده جدا، تشتريها؟ لا مستحيل. حاجه مصريه هتبوظ بعد شهرين معروفه. الاندرويد بتاعه كام مثلا؟ يعني انا معايا ايفون اسيبه عشان اشتري موبايل ميد ان ايجيبت؟ لسه نازله فهتبقى رخيصه فاكيد هشتري. الكاميرا السيلفي بتاعته وايد ولا مش وايد؟ هنجرب على الناس وبعد كده نشوف. احنا في حد يثق في حد مصري؟ في 4G؟ في 4G لو تليفون المصري. هو ايه لازمه 4G؟ وجيتي تفتحي الرنه بتاعته هتبقى ايه؟ اغنيه تحيا مصر اللي هي بتاعت اسماء الله الحسنى. نسالك يا وانا ابقى فاتحه الموبايل واقفه كده. عارفه لحن بتاع فيلم ثقافي الوقت تاتا؟ يعني مثلا النشيد الوطني عادي، يعني هي هتبقى حاجه مصريه. تسلم الايادي. شاديه اللي هي حلوه، بلادي السمراء، بلادي ممكن سارينا. ويوا ويوا ويوا. اي تليفون لما تدخلي له اوردر غلط بيكتب لك ايرور. تفتكر التليفون المصري لما تدخل له اوردر غلط هيكتب لك؟ ممكن يشتم. ممكن ينغم الشتيمه كمان. هيقول كلمه مش هيشتمني. لا ايرور عادي جدا، مش هيبقى فيه افيه تلاقيش. ممكن بس الحروف تبقى غلط، حاجه زي كده. هيكتب لي انذار، هيكتب لي ايه؟ مع موبايل مصري، موبايل كله على بعضه هيبقى ايرور. ممكن يقول له ما تفتيش مثلا، يخش حاجه يقول له ما تفتيش، ما تحورش حاجه كده. هيقول لك تحيا مصر، تحيا مصر. او ممكن يكتب اصحى على يغفلونا. عايزك تتخيلي معايا كده الموبايل ممكن يبقى شكله ازاي وترسميه لي.